بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نحل مع بعض المسألة بالطريقة التانية اللي اتفقنا عليها في الفيديو اللي فات. أنا هاجي أقول لك أنا هشتغل بطريقة النقط. أدي النقطة رقم أ عندي، أدي النقطة رقم أ. النقطة رقم أ طلع منها فرع 2 3 وكل فرع فيهم عليه مقاومة R. يبقى أدي الفرع الأول مقاومة R، وأدي الفرع الثاني مقاومة R، وأدي الفرع الثالث مقاومة R. أدي R وR وR. طب الفرع الأولاني ده اتفرع منه 2، الفرع الثاني اهو اتفرع منه 2، واحد اهو والثاني فوق. الفرع الثالث اتفرع منه 2 برضه، فده كده عندي مقاومه R مقاومه R مقاومه R مقاومه R، هنا برضه مقاومه R مقاومه R. طيب خدوا بالكم بقى من الملحوظه المهمه اللي هنقولها هنا. لو جينا بصينا على الفرع الاول اتفرع هنا لفرعين، الفرع الثاني نفس الكلام اتفرع هنا لفرعين. اللي انا عايز اقوله لك ان النقط الثلاثة دول، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، الثلاثة دول يعتبروا نفس النقطة. ليه اعتبرناهم نفس النقطة؟ بص كده، لو انا افترضت ان انا بتكلم على جهد، الجهد هنا هو نفس الجهد عند النقطة دي، هو نفس الجهد عند النقطة دي. ليه بقى؟ قال لك يعني من الاخر كده الثلاث نقط دول زي بعض اهم. النقطة دي هي نفسها النقطة دي، هي نفسها النقطة دي. ليه؟ ما هو التيار هيتوزع عليهم بالتساوي، وانا عندي المقاومات متساوية. يبقى لما يكون التيار مع بالتساوي والمقاومه بالتساوي، يبقى اكيد الجهد هو كمان بالتساوي. ما الجهد بيساوي دي اي، الفي بيساوي اي في ار، ده متساوي عليهم كلهم وده متساوي عليهم كلهم، يبقى الجهد هنا على الثلاث نقط هو هو. طيب التيار لما جه هنا اتوزع هنا برضو على على الطرفين دول بالتساوي، ولما جه هنا لما التيار طلع هنا اتوزع على الطرفين دول بالتساوي، ولما جه هنا اتوزع على الطرفين دول بالتساوي. ده معناه ان الثلاث نقط اللي بالاحمر دول هم زي بعض بالظبط. خلاص؟ ليه؟ أنا عندي جهد هنا واتفقنا إن هو زي ده. طب ما أنا عندي جهد هنا وهو زي ده برضه، فاهمين قصدي؟ والجهد هنا هو زي ده، والجهد هنا هو زي ده، والجهد هنا وهنا هو زي ده. يبقى الجهود كلها اللي في النص دي زي بعضها، وبالتالي هتلاقي الثلاث نقط اللي هما بيلتقوا الجهود ديت زي بعض. ممكن بطريقة تانية، لو أنا جايب التيار من فوق، فتلاقي التيار هيتوزع على الثلاثة دول بالتساوي، يبقى النقطة دي زي دي زي دي، هي هي. وبالتالي لما اقول لك النقط الثلاث نقط اللي بالاحمر دول زي بعض، معناه ان انا التيار اللي اتفرع هنا الفرع ده اتفرع لفرعين فوق، معناه ان انا هضم الفرعين دول على بعض اهو، واضم الفرعين دول على بعض، واضم الفرعين دول على بعض. ليه تاني؟ الفرع الاول اهو اتوزع هنا كده وصلنا للنقطه دي اهو اهو، وبعدين ده اتفرع كده، ماشي، اتفرعنا كده واتفرعنا كده. دي نقطه انت هتشوفها انها غير دي، بس احنا اتفقنا ان هم زي بعض. ليه؟ لان الجهد عليهم متساوي فوصلتهم ببعض. طب لو جينا مشينا مع ده هلاقي برضه اهو وصلنا للنقطه دي اهو، وبعدين اتوزع كده وتوزع كده، ما هي النقطه دي زي دي لان نفس الجهد عليهم فجمعتهم مع بعض. نفس الكلام هنا اهو، انا وقفت هنا على النقطه دي اهو، اتفرع كده واتفرع كده، اتفرع كده واتفرع كده، ما هو النقطتين دول اعتبرناهم زي بعض لان هما نفس الجهد نفس الجهد. طيب يبقى انا واقف هنا اهو، المفروض هطلع للبي بمقاومه R، هطلع للبي كده بمقاومه R، وبعدين انا واقف هنا عند الفرع الثاني هطلع للبي بمقاومه R، ادي البي بمقاومه R، وبعدين انا واقف هنا هطلع للبي بمقاومه R، طلعت للبي بمقاومه R. تعالوا بقى نحل المعادله اللي قدامنا الصغيره ديت. انت عندك المقاومه بتاعت الدايره كانت 6 اوم، 6 مع 6 ب 3، يبقى انا عندي هنا مقاومه 3، وهنا 6 و6 هيديك 12، يبقى انا عندي هنا ايه؟ 12. وبعدين عندي تحت 3 و12، ادي 3 ودي 6 و6 ب 12، 3 و12، وعندي زيهم تحت 3 و12، وادي النقطة أ وادي النقطة ب، 15 و15 و15، هتلاقي إن الأرض توتال هتساوي الأرض كلية هتساوي قيمتهم على عددهم، قيمتهم اللي هي 15 على عددهم اللي هي 3 هيديك 5 أوم. يبقى إحنا حلينا كده المسألة بطريقة تانية غير الطريقة اللي حليناها بالمرة الأولى اللي هي كانت طريقة كيرشوف اللي هي بتاعة المسار المغلق. أتمنى كده يكون النوعية دي من المسائل اتغطت، تكون الناس عرفت طريقة النقط، تكون الناس عرفت ازاي امتى تستخدم كرشوف، الناس تكون عرفت امتى تحذف مقاومة من الدايرة وبناء على ايه، وما نتلخبطش في حذف المقاومة، لأن كان في مسألة الناس أول ما شافتها لقيتهم بيحذفوا المقاومة. أجيبها لكم بالمرة في الفيديو ده علشان الناس برضو تبقى عرفت الايه المعضلة. المسألة دي أول ما رسمتها للناس اللي الطلبة كانوا قاعدين قدامي، أول ما رسمتها لهم كلهم أو ثلاث أرباعهم بلا استثناء قالوا نحذف المقاومة. تعالوا نبص كده على المسألة.
عندي كده R وبعدين R وبعدين R وبعدين هنا R وهنا R. وقال لك أنا موصل عليهم كده بطارية كل دولات أرات، وقال لك احسب المقاومة إيه؟ احسب المقاومة المكافة. أول ما الناس شافت المسألة دي هي فاكرين الشكل، يعني هما من الآخر كده حافظين المسألة. أول ما يشوفوا الشكل ده يقول لك نهمل المقاومة اللي في النص، إزاي تعملها؟ هتعملها إزاي؟ ده متوصلة على التوازي مع الفرعين اللي مع الفرع اللي فوق والفرع اللي تحت. يعني لو بصينا هنا دي مش نقطة مشتركة للثلاث أفرع، أدي فرع 2 3. لو بصينا ديت مشتركة للثلاث أفرع 1 2 3، يبقى الثلاث أفرع دول توازي مع بعض. الثلاث أفرع دول توازي مع بعض. لو خدنا الفرع اللي فوق مع الفرع اللي تحت المكافأة بتاعتهم R، أدي المكافأة بتاعتهم بR. والفرع اللي في النص هوصله معاهم يبقى المكافأة بتاعت الدالة كلها نص R. حليت المسألة. خلاص بدون ما احذف أي مقاومة، لو حذفت المقاومة هنا طبعًا الحل بصفر ما فيهاش كلام. إمتى بقى؟ نفكر في موضوع الحذف لو كان عامل كده. هنا R. في الحالة ديت نحذف المقاومة دي، ليه؟ مش متوصلة على التوازي معاهم، الجهد هنا هيتوزع بالتساوي على R وR. هيتوزع بالتساوي على R وR، يبقى الجهد هنا هو نفس الجهد هنا، شيل المقاومة دي. بس هرجع وأقول الكلام ده لو ما كانش مديك هنا قيمة الجهد، لو مديك قيمة الجهد تحل بكرشوف، وتقدر كمان من غير ما يديك قيمة الجهد تحل بكرشوف، وأنا وريتكم الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت وراجعوها. طيب ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للجزئية دي. طب لو كان مديني هنا 2 R حضرتك مش هتعرف تحذفها، لو عملت المستحيل ما تتحلش غير بكرشوف. خلاص؟ عشان كده أنا بقول لك المسألة من البداية تركز في المسألة وما تكونش حافظ الشكل بتاعها، لو أنت حافظ الشكل بتاعها هتضيع على نفسك أربع درجات، ممكن يغير في قيمة المقاومة، ممكن يغير في التوصيلة، ممكن يغير يحط لك مقاومة زيادة هنا أو مقاومة زيادة هنا، يعني المهم إن أنت تاخد بالك من شكل المسألة ما تبقاش حافظ الإيه؟ حافظ الشكل. كده ممكن يبقى لنا مسألتين ثلاثة كمان في الفصل الأول، ومنهم نتنقل للفصل الثاني، وأتمنى كده يكون الفصل الأول اتقفل بطريقة كويسة. واللي عنده اي استفسار او مساله او جزء مش فاهمه يبعت لنا، بس ارجوكم محدش يبعت لي اي حاجه الا لما يكون سمع الفيديوهات كلها، علشان ما عنديش وقت ان انا ارد او اشرح حاجه انا شرحتها في الفيديوهات قبل كده. اسمع الفيديوهات وبعدين اسال كل اللي انت عايزه. اتمنى كده يكون خلصنا الفصل الاول على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.